طبيعة الحال هذا الشراء عنده تأثير نقدر نقوله سلبي وإيجابي في نفس الوقت على القطاع الزراعي. دابا بالنسبة للتأثير السلبي اللي عنده هو أنه سرتو بعض الأشجار اللي كيديروا فترة الإزهار، ملي كتكون هذيك الحرارة كتطلع من 35 درجة الفوق وكيكون واحد الإجهاد مائي، ولا حنا كنقولوا حنا إجهاد ديال الملوحة في ظل الظروف الاحتباس الحراري، يعني هذاك الشيء كيوقع المشكل ديال يعني لي شوت ديال لي فلور، يعني كيطيحوا الأزهار ديال الأشجار. وبالنسبة لبعض الأشجار نقولوا حنايا المثمرة بحال الخوخ المشماش ويعني لي غوزاسي اللي كيديروا الإزهار، واحد فترة الإزهار كتكون قبلية، دابا كيكونوا في الغروسيسمون. بطبيعة الحال إلا ما كانش اللي كان واحد الإجهاد مائي يقدروا يوقعوا لي شوت ديال لي فروي، يعني هذاك لو فروي ديال الفاكهه الصغيره ملي كتكون صغيره كطيح. دونك ملي كيكون اللي كنسميو حنايا هذاك الشرقي سيرتو في المناطق ديال الجنوب، نقولوا حنايا اكادير تارودانت المناطق الوسطى ديال المملكه اللي كيعرفوا واحد الانتاج ديال الاشجار المثمره، دونك كيكون واحد المشكل. من ناحيه اخرى بعض الزراعات بحال لي غرون كولتور بحال لي سيريال وبحال بيترا الشمندر السكري بحال المايس، هذا الشيء يعني كيساهم حتى هو بواحد الطريقه سلبيه الا ما كانش الماء موجود وكان الجو ماشي يعني رطب وما كاينش الرطوبه وكاين ارتفاع نسبه الملوحات، دونك كيوقع واحد الاجهاد مائي بالنسبه للفلاحه اللي ما عندهمش لاكسي للماء ولا اللي كيسقيو الماء مالح. يعني هادو بالنسبه للتاثيرات السلبيه. كاين واحد المشكل اخر بالنسبه للاشجار المقبله على باش ديروا يعني لي فروي، دونك حتى هذاك عنده واحد تاثير سلبي، واخا ما كنشوفوش دابا في الحبه ديال الزيتون ولا الحبه ديال ولا المشماش الخوخ الليمون، ولكن كيوقعوا دي ديزوردر فيزيولوجيك بحال لو فروي كيتشقق بحال كيوقع دي كراكين، يعني دي ديزوردر فيزيولوجيك كيوقعوا بالنسبه لهذاك النباتات ولا لهذوك الاشجار، نقولوا حنا لي فروي ديال هذوك الاشجار. بالنسبه للتاثير الايجابي عنده تاثير ايجابي، يعني بالنسبه للناس اللي عندهم يعني الماء موجود وظروف فافورابل، بالعكس هاد درجه الحراره كتساهم يعني في لابريكوسيتي ديال الفروي، يعني الفلاح يقدر يدخل السوق شويه بكري، ولكن ملي كترتفع درجه الحراره كما قلت من 35 الفوق تما كيوقع الاجهاد الفيزيولوجي للنباتات ولا للفروي. ولكن ملي كتكون الحراره كتجاوز 27 حتى 35 درجه يعني تما كيكون واحد لا ماتوراسيون ديال الفروي اللي كتكون شويه بريكوس، يعني الفلاح يقدر يدخل السوق شويه بكري. واحد كيتا كانت البروده في شهر 3 شهر 4 تما الفلاحه كانوا كيديروا دي تونيل، دابا ما محتاجينش هذوك لي تونيل الا كانت ترتفع درجه الحراره، ولكن ما خصهاش توصل لهذاك الرقم اللي هو نقولوا حنا اللي وقع فيه الاجهاد. وهذا الشيء بطبيعه الحال هذه الارقام 35 36 درجه هذا على حسب النباتات، على حسب لو ستاد فيزيولوجيك، واش النبته صغيره واش كبيره، واش نقولوا حنا عاوتاني بالنسبه لي فاريتي يعني الاصناف ديال لي فروي. دونك هنا بالنسبه لي ريكومونداسيون مستقبلا يعني الفلاحين المغاربه من الاحسن يبقاو اما يزرعوا في الاوقات اللي كيكون فيهم شويه البروده واللي يستعملوا، كاين طرق فلاحيه معقلنه لتفادي هذا المشكل ديال ارتفاع الحراره بتنظيم طرق السقي بتنظيم طرق التسميد، وكاين عاوتاني حتى باستعمال بعض الزرارع ولا اللي كتقاوم الجفاف اللي هما دابا كاينين في السوق ولو شوا يعني فاريتال وفين خصني نزرع وفوقاش خصني نزرع، يعني كاين طرق عديده اللي دابا الفلاحه كما قلت في هذا الاطار ديال لو شانجمون كليماتيك راه اي حاجه تقدر توقع، حراره تقدر ترتفع في شهر 4، يعني هذا ميتاسيون كليماتيك كيوقعوا، دونك الفلاح خصو يستعد لهذا الشيء، يعني ما بقاوش هذوك لي سيزون بحال مشحال هذه الصيف هو الصيف والبرد الشتاء هي الشتاء، دونك دابا وقع هذه التقلبات المناخيه. وعلى ما اظن دابا الفلاح المغربي ولا واعي بهذا الشيء ديال الاجهاد المائي وديال الاخر، يعني حتى هو ولا كيتاقلم مع الجو.